بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على البلاغ. اليوم الحمد لله تم افتتاح جامع الوالد رحمه الله أحمد بن الشيخ عبد الرحمن المهزع، الله إن شاء الله يجعله في ميزان حسناته ويتقبله منه ومنه. واليوم ما شاء الله الحضور الكريم اللي حضروا كان لهم أثر طيب في نفوسنا وفي نفوس أهل المنطقة كلها، وندعو من الله الله يتقبل هالعمل الصالح وأنه يسخر حق المسلمين بما فيه الخير، ويكون تجمعهم إن شاء الله تجمع خير وبركة للبحرين وأهلها الطيبين في عهد سيدي جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى وسيدي ولي عهد الأمين الأمير سلمان بن حمد، الله يحفظهم إن شاء الله وأنجاله الكرام، ونسأل الله القبول، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما في الأفراح والخير، ومباركين بالشهر الكريم مقدم إن شاء الله، وعساكم من عواد. طبعا أنا جدا يعني فرحان بالمسجد أو الجامع اللي انبنى لعمي أحمد رحمة الله عليه، أحمد الشيخ عبد الرحمن المهزع، واللي رب العالمين قدر ولده جاسم الشيخ عبد الرحمن المهزع إن يقدره ويخليه شرف له الجامع هذا للناس للمصلين. وطبعا البحرين بأهلها الطيبين دائما سباقين في فعل الخير، وعلى رأسهم الأوقاف السنية ما قصروا والله يجزاهم خير، طبعا وفروا كافة الأشياء اللي يحتاجها الجامع. طبعا هذه فخر لنا وفخر لجدنا رحمة الله عليه، وإن شاء الله يا رب كل البحرينيين إن شاء الله فيهم الخير، الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر عائلة المهزع على ما قامت به من بناء هذا الصرح العظيم، وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يكون لهم الأجر والثواب. تقدير لعائلة المهزع، يعني ما شاء الله عليهم يدهم في الخير من أيام يمكن الثلاثينات والأربعينيات، يبنون المساجد والأعمال الخيرية وهالأشياء، والله يجزيهم خير الجزاء. طب منطقتنا نفتقد إلى جامع، والكثافة السكانية يعني في المنطقة كثافة عالية ما شاء الله، والمسجد يعني افتتحوه في وقته قبل رمضان عشان يخدم سكان المنطقة كلهم، ما قصروا، جزاهم الله ألف خير.